قناة النادي الأهلي في كل مكان، مجهود كبير بيقوم بيه الجهاز الطبي في النادي الأهلي، يعني من كافة توفير الأجهزة المطلوبة والقيام بدوره في جنود كتير، مش عايز أقول جنود مجهولة، ولكن يعني قايمين بدور أكثر من رائع لمسناه كلنا في الفترة الأخيرة. أنا معايا في هذه الأثناء يعني رئيس الجهاز الطبي الدكتور أحمد أبو عبلة، واحد من الجنود المهمة جدا في النادي الأهلي. دكتور أحمد، ده برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وخليني في البدايه اقول لك الف حمد لله على السلامه والعوده من يعني بعد اصابه حضرتك بفيروس كورونا. الحمد لله على السلامه يا دكتور احمد. الله يسلمك يا فاروق. الحمد لله على كل حال. يعني برضو التجربه انك تعيشها بقى بنفسك، يعني بتبقى برضو يعني بتحس بقى بالناس اللي كانت عايشاه، موضوع ان احنا يجي لنا كوفيد والحجر وتقعد في اوضه مقفوله عليك فتره، يعني الحمد لله كانت تجربة ظريفة قضيتها في النمسا، بس الحمد لله عدت بخير. يعني احنا بنشتغل والله، مش محتاجين ان حد يشكرنا ولا حاجة. ده واجبنا ودي مهمتنا المفروض ان احنا نقوم بيها على اكمل وجه. وانا والمنظومة اللي معايا كلها ما يعني لا نبخل باي يعني مجهود، باي تطور احنا بنحاول ان احنا نعمله على المستويين، يعني على مستوى التجهيزات او على مستوى الافراد حتى، او على مستوى تنميه الـ 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 الاساليب اللي احنا بنشتغل بيها، او الطرق اللي احنا بنشتغل بيها، بحيث ان احنا نكون دايما مواكبين لاحدث الطرق العالميه في التشخيص وفي العلاج. وده اللي احنا كنا وعدنا بيه من اول يوم انا كنت دخلت فيه الجهاز الطبي. انا فاكر يعني كان اول مداخله ليا او اول كلام ليا مع الناس ان احنا ان شاء الله نتبع احدث الاساليب العالميه في التشخيص والعلاج. الحمد لله يا رب، الحمد لله احنا وصلنا لمستوى كويس جدا. الحمد لله احنا في تواصل مع كل الانديه الكبيره على مستوى العالم، اكبر الانديه في العالم، يعني في تواصل مع الاجهزه الطبيه هناك، وعارفين امكانياتهم ايه دلوقتي، وعارفين احنا امكانياتنا ايه دلوقتي. واقدر اقول لك ان احنا الحمد لله يعني في مستوى عالي جدا، سواء زي ما بقول لك من التجهيزات، او سواء الـ على مستوى الافراد ومستوى البروتوكولز اللي احنا بنشتغل بيها. يعني وصلنا ان احنا بنتناقش معاهم دلوقتي في حالاتنا وفي حالاتهم. والحمد لله، الحمد لله الى حد ما، لحد يعني لغايه دلوقتي في رضا كبير جدا من ناحيتنا والله على المجهود اللي احنا بنعمله، وعلى المستوى اللي احنا وصلنا له. ان شاء الله يا رب دايما نطور من نفسنا، وان شاء الله نكون على قدر المستوى ان احنا نليق بمنظومه النادي الاهلي. دكتور احمد، عايز اقف عند نقطه، يعني ده اكتر من نقطه اقف عندها، بس خليني اقف في نقطه. يعني كنا متعودين دايما اللاعب اللي بيصاب باصابه وتستدعي السفر الى الخارج بيتم انهاء الاجراءات، اللاعب بيتوجه الى الخارج. لكن اللي احنا لمسناه في الفتره الاخيره الدكتور احمد ابو عبله حريص ان هو يكون بنفسه موجود مع اللاعب في كافة خطواته العملية، يكون موجود. اعتقد دي نقطة مهمة جدا احنا لازم نشكرك عليها، وعايز من خلالك لازم توضحها لنا وتوضحها للجمهور. والله يا فاروق، زي ما قلت لك ان الموضوع ما عادش موضوع ان احنا بنعالج لعيب وخلاص، او ان احنا بنستعين بالخبرات الاجنبية دي عشان نعالج لعيب عندنا وخلاص. لا، احنا بنستعين بالخبرات الاجنبية علشان نعالج اللعيب بتاعنا، بس علشان احنا كمان نستفيد منها ونطور من نفسنا، يعني نشوف احنا في ايه عندنا ممكن نحسنه، هل اللي احنا شغالين بيه ده فعلا كويس، ولا في حاجة بره احسن ممكن نستعين بيها. فنقل الخبرات ده بيبقى رقم واحد. احنا عندنا امكانيات في مصر كويسة جدا جدا يعني، ولكن الاستعانة برضو باحسن حد ممكن يعمل احسن حاجة للعيب بتاعنا، احنا مقتنعين بده. ويعني عايز اقول لك ان مجلس الادارة وكابتن محمود الخطيب بيساعدنا جدا في ده، ان اللعيب بتاعنا مش اقل من اي لعيب تاني في العالم كله، فبنعمل لهم احسن حاجه عند احسن حد يكون موجود في العالم يعمل الحاجه دي. طبعا ان انا اكون متواجد مع اللاعب ديت حاجه نفسيا للاعب كويسه، ان احنا نبقى قائمين على كل الخطوات اللي بتتعمل، ما نبقاش بعاد قوي عن العمليه اللي اتعملت او عن الخطوات اللي اتعملت جوه العمليه، لان بيبنى عليها حاجات كتير جدا، منها البرنامج العلاج الطبيعي اللي بعد العمليه، برنامج التاهيل، وقت النزول للملعب. فكل الحاجات ديت لازم يبقى احنا يعني انتجريتد وجوه القصه اللي حصلت، بحيث ان نحط البرنامج الصح
نمشي بجداول زمنيه مظبوطه، نقدر نتطور بناء على اللي حصل في الجراحات او في العمليات اللي اتعملت. فلا هي مهمه طبعا ان انا اكون موجود لحاجتين زي ما قلت لك، لحاجه طبيه للحاله نفسها او للاعب نفسه، والحاجه ليها علاقه بالتطوير فينا احنا. يعني عايز اروح بقى للملف الاهم، ملف الاصابات. يعني بدايه اكرم توفيق، عمار حمدي، بدر بنون، صلاح محسن، احمد نبيل كوكا، كلام كتير اثير خلال الفتره الاخيره، ولكن دايما الخبر اليقين عند الدكتور احمد ابو عبله اللي اكيد حمل ومجهود كبير، لكن انت دايما قد المهمه يا دكتور احمد. والله بالنسبه للاصابات اللي عندنا، يعني زي ما احنا عارفين وزي ما الناس كلها عارفه ان في المجال بتاعنا انت في نسبه مسموح بيها في السكواد بتاعك ان يكون في ممكن نوصل لحتى ل 30% من السكواد يكون فيه اصابات. في فترات بنبقى فيش اصابات خالص، فترات بتبقى الاصابات كتير شويه، انما الحمد لله احنا في المعدل، يعني عايز اقول لك اقل كمان من المعدل اللي هو اللي موجود في العالم كله في الانديه الكبيره اللي بتنافس على البطولات كلها. يعني عندنا اكرم الحمد لله ربنا يعني كرمنا، عملنا له العمليه كويسه جدا، ودلوقتي هو بينفذ البرنامج التاهيلي بتاعه في مركز من المراكز الكويسه جدا على مستوى العالم، برضه بيروح له ناس لعيبه محترفين اوروبيين بيعملوا التاهيل هناك، وماشي في البرنامج بتاعه كويس جدا، اموره الحمد لله ممتازه. يعني برضو زي ما قلت لك في موضوع نقل الخبرات، احتمال كبير هيكون ان شاء الله باذن الله عمار هيلحق بيه هناك، وهيكون حد من زملائنا من اخصائيين العلاج الطبيعي هيكون متواجد معاه برضو علشان يتابع معاهم البرنامج بتاعهم، بحيث ان هيبقى في فترات هم هيكونوا هناك في المركز ده وفي فترات هيكونوا معانا. يعني الفتره بتاعت الرجوع للملعب، عايز اقف عند النقطه دي مهمه جدا، يعني حضرتك كنت موجود اثناء اجراء العمليه واحد الزملاء في الجهاز الطبي يكون موجود اثناء فتره التاهيل والعلاج الطبيعي، دي نقطه في غايه الاهميه. ما ده اللي انا بقول لك عليه، ان احنا الموضوع مش موضوع ان احنا هنعالج لاعب عندنا بس، لا احنا عايزين كمان نقل الخبرات، ده مهم جدا، وغير نقل الخبرات التواصل المستمر ده برضو مهم جدا، بحيث ان ما يبقاش فيه فصل ما بين حد كان بيعالج وحد هيعالج دلوقتي. فده اللي احنا شغالين فيه، او ده الطريق اللي احنا بننتهجه دلوقتي، او ده المنهج اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي. فان شاء الله باذن الله يعني عمار احنا بنحاول نخلص له الاجراءات للسفر، بحيث ربنا يسهل كده يبدا برضه الخطوات الاولى من برنامج التاهيلي بتاعه هناك، وهيكون مصاحب ليه حد من اخصائيين العلاج الطبيعي ان شاء الله باذن الله، يتابع معاهم زي ما قلت لك البرنامج اللي هم ماشيين فيه والخطوات اللي هيستمروا عليها بعد ما يرجعوا بالسلامه ان شاء الله. نروح لبدر بنون، وكلام كتير اثير في الفتره المؤخره، واحمد نبيل كوكا، وضح لنا الصوره يا دكتور احمد. والله يا فاروق بص، هو انا كنت قلت مره قبل كده ان الموضوع ده يعني حاجه عاديه جدا، يعني انا مش عايز بس الناس تكبر الموضوع، احنا انا نفسي مطمن يعني. ف انا حتى بقول للمريض كده او اي حد لما انا ابقى قلقان انا هقلقك، انا هقول لك في حاجه تقلق يعني. فلا الحمد لله والله، يعني الحاجه اللي موجوده عندهم اللي هو حاجه احنا بنقول عليها مش من مضاعفات كورونا، او حاجه ساعات بتحصل بعد الاصابات باي مرض فيروسي اللي هو زي البرد زي الانفلونزا زي الكوفيد، بس كتير شويه او معدل حدوثها بيبقى كتير شويه بعد الاصابه بكورونا. فعشان كده من الحاجات الروتينيه اللي احنا كنا بنعملها ان احنا بنعمل حاجه اسمها كاردياك ام ار اي او رنين على عضله القلب بعد الشفاء من كورونا اثناء كاس الامم الافريقيه. فده اللي حصل، اكتشفوا بالصدفه، يعني الموضوع لو ما كانش اتعمل اشعه ديت ما كانش هيبقى في اي اكتشاف لاي حاجه، ان في بعض التاثير او في بعض الالتهاب في عضله القلب. الالتهاب ده زي اي التهاب، زي انا قلت قبل كده برضو التهاب حاجه، دي حاجه عاديه مش حاجه في تغير كبير ولا حاجه، بس دي بتبقى نقطه استثاره. بنبقى من الافضل ان احنا ما نتعرضش لاي مجهودات عاليه، مش المجهود العادي، لا المجهود العالي او المجهود البدني العالي او اللي يخلي عضله القلب تشتغل كتير قوي. فليه ناخد ريسك طبعا في حاجه يعني المفروض ان احنا ما يبقاش في ريسك فيها خالص، فبيبقى يفضل الراحه. لو الامور لسه يعني ان داوت او ان احنا مش شايفين ان هي 100% بندي فتره راحه ثانيه ونعيد الاشعه الثانيه وان شاء الله بتنتهي تماما. يعني احنا كان في موضوع بدر وفي احمد برضو طبعا، عشان احنا وانا قلت لهم والله احنا بنشتغل على حاجتين. الحاجه الاولى ان انا ابقى مطمن تماما على اللاعب بتاعي وهو في الملعب،
الحاجه الثانيه ان انا ما بقاش حرمت اللاعب بتاعي ان هو ينزل ملعب وهو ممكن يكون كويس وسليم يعني. فده خلانا يعني زي ما بيقولوا نلف بقى العالم كله بحيث ان احنا نوصل لكلام واضح وكلام احنا نكون يعني مطمئنين واحنا بنقوله. طبعا انا عملت اتصالاتي برئيس الجهاز الطبي في باير على اساس ان هم عندهم بعض الحالات المشابهه يعني. ودكتور يوخن هناك رئيس الجهاز الطبي وده وصلني بشمدت ده اللي هو بروفيسور قلب هو معاهم في الجهاز الطبي هناك وهو المسؤول عن حالات اللي زي ديت في الفريق. وعرضت عليه الموقف وعرضت عليه اللي احنا بنعمله والراجل يعني قال لي نفس البروسيس نفس الجايد لاينز نفس الحاجات اللي انتم بتشتغلوها او اللي انتم عملتوها هي اللي احنا بنعملها ونفس الاراء اللي انتم بتاخدوها او القرارات اللي انتم بتاخدوها تقريبا هي اللي احنا بنعملها. فاطمئننا طبعا للي احنا ماشيين فيه واقر الكلام بتاعنا ان احنا محتاجين لسه فتره من الراحه طالما لسه في بعض التغيرات في الاشعه ولو ان في تحسن كويس جدا كان في الاشعه. برضو يعني عمل استشارات تانية في بعض الأماكن التانية في برشلونة في حد هناك برضو بروفيسور كبير جدا برضو اللي متابع حالاتهم هناك وبرضو قال نفس الكلام. فالحمد لله احنا اطمئنينا ان الكلام اللي احنا بنقوله ده هو الكلام المظبوط والقرارات اللي احنا خدناها الحمد لله هي القرارات المظبوطة يعني وده كان نتيجة اجتهادنا. فكان في الآخر يعني ان هو بدر احنا لسه ما زلنا محتاجين بعد الفترة من الراحة وهنعيد الفحوصات ديت ان شاء الله يعني احنا الكلام ده كان بقاله حوالي 10 ايام فممكن في خلال شهر ونص كده ان شاء الله هنعيد الفحوصات تاني وان شاء الله نطمن الناس كلها ونطمنه وينزل يرجع الملعب تاني. صلاح محسن بقى يا دكتور نطمن على صلاح محسن واخر تطورات صلاح محسن وامتى يرجع تاني للتدريبات الجماعية؟ خلاص صلاح بقى المرحلة اللي هي المرحلة التأهيلية الأخيرة يعني في البرنامج بتاعه احنا تقريبا فات حوالي شهر ونص دلوقتي فممكن ان شاء الله يعني احنا بنتابعه باشعاعات برضو في الالتئام بتاع الكسر اللي كان موجود في مشتله القدم. الالتئام ماشي كويس جدا يعني فاضل اشعه كده ولا حاجه تطمنا وبعد كده يبدا مرحله الجري ان شاء الله اسبوعين ان شاء الله باذن الله وممكن يا رب كده نلاقي الالتئام بقى كويس ونبدا المرحله الاخيره ان شاء الله. اخيرا دكتور احمد الفتره الاخيره النادي الاهلي كان حريص على استخدام وحده خاصه بالجي بي اس عايزين نوضحها للجمهور برضو عشان الجمهور يبقى عارف ايه اهميتها ومدى استفادتها للنادي الاهلي وكنت حضرتك حريص انها تكون موجوده جوه النادي الاهلي. بص يا فاروق هو الـ يعني انت عايز توصل لكل لاعلى مستويات الاحتراف لازم بتهتم بادق التفاصيل وده الـ يعني مساعدنا فيه جدا برضو الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره في النادي الاهلي ان هو الحاجات اللي هي ليها علاقه باي تفصيله صغيره ممكن تساعدنا ان اداء اللاعبين بتاعنا يبقى احسن وان احنا نتفادى ان يحصل لهم اصابات فبيساعدونا فيها جدا. فطبعا لما طلبنا الجي بي اس ان هو يكون موجود او التقنيه ديت انها تكون موجوده عندنا الحمد لله وصلنا ان احنا جبنا يعني احدث فيرجن موجود في العالم دلوقتي بيدينا قياسات كتيره جدا لحاجات كتيره جدا ليها علاقه بالاحمال ليها علاقه بالحاله البدنيه ليها علاقه بحالة الإجهاد كل ده بيساعدنا إن احنا ندي فترات راحة قد إيه إن احنا ندي فترات استشفاء قد إيه إن في بعض اللاعبين بنعمل تدوير يعني في لاعب لا احنا ده يلعب بعض الوقت ده يلعب 90 دقيقة بدل ما الموضوع كان مجرد حاجات احنا تقديرية احنا بنقدرها يعني بقى في داتا تحت إيدينا بقى في أرقام احنا بنشتغل على ده بالظبط كده. فده بيساعدنا طبعا مش ده كل حاجة بس ده بيساعدنا في القرار اللي احنا بناخده يعني. فطبعا لا دي كانت حاجه احنا كنا محتاجينها والحمد لله يعني مجلس الاداره وفرها لنا والحمد لله ان شاء الله باذن الله نستفيد منها يعني. شكرا دكتور احمد وكل السلامه باذن الله لكل لعيبه النادي الاهلي وموفقين ان شاء الله في هذه الرحله نرجع يعني منتصرين بالثلاث نقاط باذن الله. يا رب ان شاء الله ونفرح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. شكرا يا فاروق الف شكر. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان ده كان لقائنا مع رئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله اطمنا من خلاله على كافه الامور واخر يعني مستجدات اللاعبين المصابين. طبعا نتمنى كل السلامه لكل لاعبي النادي الاهلي ودور كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب لاهتمام بالجانب الطبي الخاص بلاعبي النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.